من جانبه قال مدير عام بنك يوروكلير برنارد فيران أن المملكة أو بإمكان المملكة الاستفادة من الأسهم والصكوك والسندات لتمويل متطلبات رؤية 2030. هناك فئات وأنواع مختلفة للوصول على المملكة، استحداث مشتقات مالية وإيجاد إدارات إضافية والعمل في الأسهم والصكوك والمستندات. هناك فئات وأنواع مختلفة للأصول، وعلى المملكة استحداث مشتقات مالية وإيجاد إدارات إضافية والعمل في الأسهم والصكوك والسندات وإيجاد مصادر مالية لضمان نمو وحركة السوق المالية. functionalities.